بالتأكيد حول أهمية افتتاح قناة السويس الجديدة، تأتي أهمية توثيق هذا الحدث من خلال الأفلام الوثائقية. منطقة قناة السويس أو محيط قناة السويس شهدت العديد من الأحداث التاريخية، بدءا بالحروب الثلاثة 56 و67 و1973، وتهجير يعني شعب أو أهالي مدن القناة وعودتهم مرة تانية، ودور القوات المسلحة الرائع في هذه الفترة الحقيقة دور ما ننساهوش، وتلاحم الشعب المصري ومنطقة غاية في الأهمية. ولكن يأتي هنا دور توثيق وتأكيد صناعة التاريخ أو توثيق التاريخ، سواء الحاضر أو الماضي أو حتى كمان الأجيال القادمة، كيف ستوثق التاريخ والصعوبات اللي بليها كل من يقوم بعملية توثيق التاريخ من خلال هذه الأحداث. وبالتأكيد لما نتكلم على توثيق التاريخ لازم ينقل بمنتهى الأمانة. علشان كده هيكون ضيوف الهامين جدا معايا النهاردة الحقيقة الأستاذ أشرف موسى المخرج، وهو مخرج فيلم تحت الشمس، والمخرج سامي زغلول مخرج فيلم ميت فل. خليني رحب بيكو وهقول أهلا بيكو ونورتونا، وتحيا مصر وكل سنة وانتم طيبين ومبروك، وكل الكلام الحلو ممكن يتقال في هذه المناسبة الرائعة. الحمد لله، مبروك علينا كلنا، وفرصة جميلة ان احنا موجودين معاكم ومشاركين بالعمل اللي احنا حسينا بيه، والحمد لله خرج للنور الفيلم بتاعه بتاع اشرف. بالتاكيد استاذ سامي افلام هامه جدا، وتوثيق التاريخ من الاهميه بمكان علشان ننقل للاجيال اللي جايه ايه اللي حصل. ولكن خلينا نتكلم على توثيق التاريخ ومن يقع عليهم مسؤوليه توثيق هذا التاريخ، مين المنوط بهذا الكلام؟ لان انا بقول هي مسؤوليه، لو وثقت حاجه خطا هتعيش معانا على مدار التاريخ، ولكن هناك امانه في توثيق التاريخ، من مره اخرى تقع عليه مسؤوليه توثيق التاريخ؟ هو بالنسبه للتوثيق الحدث نفسه، انا الموضوع الفيلم بتاعي مختلف شويه، فممكن فيلم الاستاذ اشرف هو موثق فعلا العمل الهام تاريخ قناة السويس. اتفضل استاذ اشرف. طبعا مبدئيا توثيق التاريخ ده بيقع على عاتق الادباء والكتاب، وخاصة كتاب السيناريو بالنسبة للأفلام التسجيلية، أو بالنسبة للأدباء بالنسبة للقصص أو الكتب اللي بتتكلم عن هذا الموضوع. ده بيأتي دورنا بعد كده احنا كمخرجين، ان احنا بنلتقط هذه الكتابات وهذه المعلومات ونوثقها في شكل توثيقي، بحيث نقدر نطرح على الجمهور في شكل مبسط جدا ما هي قصة القناة، ما هو الموضوع المطروح، ايه الفكرة اللي انا عايز اقدمها، اللي انا عايز اوصلها للمشاهدين. طبعا ناس كتير جدا عرضت صور ومشاهد ولقطات عن مشروع قناة السويس، المشروع العظيم. احنا كدورنا كقطاع انتاج باتحاد الاذاعه والتلفزيون بيتمثل في ان احنا لازم يكون لينا دور اعلامي وتنويري وتثقيفي للمشاهد المصري وللمجتمع العربي. دورنا احنا ان احنا مش هنقعد في الظل، لا، احنا بنشارك زي كل عامل، زي كل فرد موجود في القناة، وكل حد مشارك سواء الجيش أو هيئة قناة السويس أو كل من شارك في حفر هذه القناة، إحنا دورنا كإعلاميين إن إحنا نوصل هذه الصورة وهذا المجهود العظيم اللي وراه مجهود مضني. لازم إحنا دورنا يوضح المعاناة اللي الناس عاشتها، التعب، المشقة، قد إيه إنجاز في ظرف سنة إنه يطلع ده اللي هنشوفه النهاردة إن شاء الله. ومن خلال هذا الفيلم، فيلم تحت الشمس، أنا عايز أقول المواطن المصري، العامل المصري اللي اشتغل هناك، ده كان محور موضوعي ان انا اسلط الضوء على هذا العمل، كيف كان يعيش في هذا المكان، كيف كان ياكل، كيف كان يتحدث، ايه هي احلامه، ايه هي طموحاته. بننقل الحقيقه. بالظبط. بننقل الحقيقه. بالظبط. وبنعمل مونتاج متوازي ما بين القناه القديمه والقناه الجديده، وما كان يحدث في القناه القديمه من سخره، والنهارده نتفرج على العمال، ولما نشوف الفيلم هنحس قد ايه العامل مبسوط، قد ايه سعيد ان هو بيشارك في هذا العمل. استاذ اشرف، وانت بتتكلم معايا دلوقتي قلت لي بيجي لي السيناريو وببدا اشتغل عليه. تمام. ولكن عمليه مراجعه السيناريو ده تاريخيا بتقع على عاتق مين؟ لان حضرتك بتاخد الشغل ده وبتشتغل عليه، دي امانه. انا باخد الموضوع ده وببدا اطلعه من خلال فيلم ومونتاج وصور وحقيقه. ولكن عندما ياتي هذا السيناريو كيف نتاكد؟ عشان كده ده السؤال اللي كنت بساله حضراتكم، هي الامانه في نقل التاريخ. تمام. احنا الامانه في نقل التاريخ بترجع الى المراجع والكتب وكل ما كتب وكل له علاقه بهذا الموضوع. انت بترجع للكتب، وطبعا اولا واخيرا انا بيبقى معايا كاتب سيناريو سمير عمران، هو اللي بيتحرى الدقه في المعلومات اللي بيبحث عنها. انا دوري كمخرج ان انا اوجهه في الخط اللي انا عايز امشي فيه، في الخط اللي انا عايز اصوره،
بعد كده بيجي في المونتاج وبيجي في التصوير، انا بدعم بقى بمزيكا باغنيه، بدعم بفكره معينه من خلال اللقطات اللي انا بصورها، برجع اعيد تجميع هذه اللقطات واحطها في شكل فيلم عشان اقدر اوصلها للمشاهد. يمكن انا خلينا نتفق يا استاذ اشرف والاستاذ سامي برضو معانا ان لما بتقرا حاجه ولما بتتفرج وتشوف بعينيك اعتقد بتبقى قريبه شويه للواحد، من حته ان انا ممكن امسك كتاب، انا ما بقللش من قيمه السيناريو وقيمه من يكتب هذا التاريخ، ولكن لما بقرب شويه من المشاهد واعرضها له على شكل صوره اعتقد ان احنا حتى واحنا صغيرين لما كنا بنتفرج على قصص كانت بتجي لنا في الثانويه العامه وفي الاعداديه ولا اخره، كنا بنتفرج عليها واحنا عندنا شغف ان نعرف الحدث التاريخي من خلال نقل الصوره. تمام. احنا كمان في الفيلم بنوثق لما للاجيال القادمه، يعني احنا كنا بنتفرج على تحويل مجرى نهر النيل وبنى السد، النهارده بنتفرج على اللقطات دي احنا كمخرجين بنقول الحمد لله انها صورت، وان احنا كجيل ممكن فينا اللي شافها وفينا اللي ما شافهاش. استاذ اشرف اعتقد دي مشاهد من فيلم تحت الشمس؟ اه فيلم ده اول بدايه الفيلم. انت حتى بتستعرض هنا اعتقد انا بقول ان احنا ورانا تاريخ كبير قوي، احنا مش جايين من فراغ، احنا حضاره 7000 سنه، عندنا تاريخ عريق يملأوا سياسيين وكتاب واقتصاديين منهم طلعت حرب. عايز اقول ان النتاج ده هو ده اللي احنا بنطرحه النهارده. النهارده احنا مش وليده اللحظه، لا احنا حضاره كبيره جدا، بنطرح ده في الفيلم وبنقول ان الوضع الامني في مصر مستقر والحياه مستقره في مصر، فهيا بنا بنعمل مشروع كبير بنفتخر بيه كلنا، وده دورنا ان احنا نبرز ده. يعني هنا بوضح ميدان التحرير والهدوء اللي عاد إليه، وبأشير إلى العالم مصر أن هناك كانت توجد ثورة وعلينا أن نعمل بها بعد هذه الثورة. فأنا عندي مراحل الفيلم ماشية لغاية ما بوصل في الآخر خالص للعامل المصري اللي بيغني من قلبه وبيقول موال من قلبه وفي حب مصر. جميلة، ما عشان كده بقول لحضرتك استاذ اشرف بتبقى قريبة من الواحد قوي وهو بيشوف وبيسمع وبيتفرج. استاذ سامي كان لازم أكمل كلامي مع حضرتك، إيه اللي ممكن نقدمه في فيلم وثائقي عن قناة السويس ونبرزه واحنا بنغير تاريخ مصر؟ خد بال حضرتك انا قصدي اقول اللفظ ده، انت النهارده بتبدا صفحه جديده وبتغير تاريخ بلد من خلال افتتاح الموضوع، مش موضوع مجرى ملاحي خالص. انتوا كافلام وثائقيه بتبذلوا مجهود، انا مش عايز ابان بجامل، ولكن انا حته نقل التاريخ وتوثيقه في منتهى الصعوبه، ولكن هركز على ايه النهارده من خلال افلام وثائقيه بتركز على ايه في افتتاح قناة السويس؟ تمام. انا بس في البدايه عايز اوضح، احنا من اول سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لما ادى اشاره البدء في القناه، طبعا كل الشعب بمختلف بقى طوائفه كل واحد بدا يعبر من خلال المجال اللي هو فيه. فانا لقطت الفكره دي وقعدت كلمت استاذ عاطف البكري السيناريست الكبير، قلت له احنا عايزين نعمل حاجه مختلفه، قعدت معاه قعده جميله كده. احنا طبعا شفنا حاجات كتير عن توثيق القناه وطولها والعمق ودي يعني تناولتها افلام كتير جدا، كنتوا عايزين نعمل حاجه مختلفه، في حاجه في شجن كبير في الشعب المصري لازم نبرز الموضوع ده. فحتى اختيار اسم العمل احنا بدانا قعدنا فيه 3 ساعات عشان نجيب اسم العمل ده، طرحنا حوالي 15 اسم. فميت فول دي كلمة شائعة عندنا في مختلف طوائف الشعب المصري، بتعبر عن لما الواحد بيعمل حاجة كويسة أو حاجة جميلة اللي قصاده بيقولوا ميت فل عليه. مصرية 100%، مصرية واقعية شجنية بتعبر عن اللي جوانا كلنا. فمن بداية ميت فل بدأنا نكمل الحدوتة، حتى احنا عاملين مشاهد درامية في وسط العمل سيمي دراما بنبسط الفكرة اللي احنا عايزين نوصلها للناس، حتى في من خلال الولد الصغير وابوه بنرمز لاشياء جميله من الطفوله، بنحبب الناس في الفكره الجديده بتاع قناه السويس من خلال الاب اللي بيدي لابنه جايزه، بيدي له فزوره كده بيدي له جايزه ساعه بيعبر بيها وبيرمز بيها لاهميه عامل الزمن، وده اكد عليه سياده الرئيس ان عامل الزمن ده مهم جدا عشان نلحق الناس اللي سبقونا، وده ان شاء الله اللي مصر شغاله فيه دلوقتي. استاذ سامي شوقتني للفيلم وانت بتحكي عنه وبتتكلم عنه بمنتهى البساطه، خلينا نروح بسرعه كده ونشوف جزء من فيلم ميت فول ونرجع مره ثانيه. اتفضل. ده كان جزء من فيلم ميت فول. استاذ سامي كنا لسه بنتكلم على المؤلف عاطف البكري بالتحديد، وكنت لسه بقول لحضرتك اثناء عرض الفيلم الامانه في الكتابه،
الأمانة اللي بيتحمل هو مسؤوليتها، لأن حضرتك حطيت نفسك في الصدارة وفي الصورة، لأن من يتحدث بيقول إن مخرج الفيلم فلان الفلاني. بقت بواخر وسفن وعبارات كبيرة زي ما أنت شايف كده، وكأن المدينة بحالها عايزة تعدي. بس هو ليه أعمال برضه مش واخد حظها في العرض، بس أنا شفت له كل أعماله، لذلك أنا الراجل ده بعتبره أخ كبير ليا، دايما بنتقابل وبنقعد وبستفيد منه كتير جدا، عنده كم معلومات ومكتبة في بيته هناك رهيبة جدا، وبستعير منه حاجات وبقراها. شوف الثقة اللي بتتكلم بيها يا أستاذ سامي. طبعا شوف الثقة اللي بتتكلم على حد مصدر للثقة. بالظبط. والفيلم ده على فكرة هو جاب كتب وراجع وقرا وعشان يوثق معلومة دقيقة جدا يعني. فهو قيمة الحمد لله ان هو اداني ووثق فيا ان انا اعبر له عن اللي هو كاتبه بالصورة اللي احنا شفناها. وطبعا انا بستشيره في كل حاجة حتى بعد المونتاج، باخد رأيه وبستفيد منه في حاجات كتير جدا. جميل. استاذ اشرف، كنت لسه بكلم مع حضرتك اثناء عرض الفيلم على كيفية نقل التاريخ وتوثيقه من خلال الافلام الوثائقية، واعيد كلامي تاني، نقل التاريخ يعني بتكلم على شيء في منتهى الاهمية، لان عندما نتحدث عن نقل التاريخ يكون الحديث صحيح، هي احداث تاريخية سليمة 100%. بدءاً في يعني بادئ الأمر، لما بتيجي تفكر في عمل فيلم تسجيلي أنت بتبقى قدام أكتر من حاجة، قدام إيه الموضوع اللي أنت عايز تقدمه، إيه الفكرة اللي أنت عايز تطرحها، هل حد تناولها قبل كده ولا أنت هتطرح فكر جديد، هو ده اللي بتتناقش فيه سواء مع الإدارة اللي أنت بتعمل معها أو القطاع متمثلاً في قطاع الإنتاج، بتتناقش مع المسؤولين عن الإنتاجية، أنا بقدم هذا الموضوع هل هو متكرر، هل في زميل آخر تقدم بيه، فإحنا كجهة واحدة أنا وسامي أنتجت لنا الفيلمين، فأنا كان ليه خط وسامي كان ليه خط، أنا كان الخط بتاعي متمثل في الشكل التوثيقي والمعلومات وتصوير ما يتم حفره حتى ما قبل الانتهاء، يعني أنا ما حضرتش بقى الانتهاء النهائي، بس عندي رؤية للشكل اللي أنا عايز أطرحه، إن شكل القناة هيبقوا قناتين قدام بعض. أنا لما بطرح ده بقول إن أنا قدمت يومين في الفيلم، يوم 5 أغسطس 2014 ويوم 6 أغسطس 2014، كل يوم بيحمل شكل معين، بنتقل بشركة من إحدى الشركات متمثلة في العمال بتوعها، هما بينتقلوا من محافظة القاهرة أو أي محافظة لغاية ما بوصلهم إلى الإسماعيلية، بوصلهم وأفضل ماشي معهم هذه الرحلة لغاية ما يقيموا في الخيام اللي هما هيقيموا فيها، لغاية ما أشوفهم هما بيحفروا، بتخلل ده بالمعلومات التاريخية عن القناة القديمة. ده الفكر اللي أنا بطرحه وموضوعي العامل المصري. هنكمل كلامنا عن فيلم تحت الشمس، ولكن خلينا ناخد جزء اللي لازم نشوف، خلينا ناخد جزء بسيط من فيلم تحت الشمس ونرجع مرة تانية تحت الشمس. فيلم تحت الشمس ومكملين مع حضراتكم والمخرج الرائع الأستاذ أشرف موسى، ومشرفنا الأستاذ سامي. الحقيقة أنا عايز أتكلم قبل ما أنقل الأستاذ سامي الحقيقة فيلم ميت فل، ولكن خلينا أتكلم على حاجات كتير جدا شفتها دلوقتي حالا وحسيت بيها في فيلم تحت الشمس. أنا جسمي أشعر ومشاعر يعني حقيقي جياشة، وانت بتنقل لنا أستاذ أشرف رئيس الجمهورية وبيحمل أمانة لرجال القوات المسلحة ان في خلال سنة والأجيال هتشوف الكلام ده صوت وصورة، ثم ننتقل بعد كده للتاريخ وكيف حفر المصريين بالفأس ومليون عامل وكم عامل توفى وهو يحفر التاريخ، مش بيحفر قناة السويس، بيحفر التاريخ لهذا البلد. ولكن انت حضرتك قلت لي اثناء عرض الفيلم انا عندي وجهات نظر كثيره بنقلها من خلال لقطات بسيطه، جايز من خلال الشباب اللي قاعد على القهوه، من خلال تحرك بعد كده احد الشباب لوجود فرص عمل، من خلال حاجات كتير، وايضا هتحدث عن الاسلوب الرائع للفنان القدير اشرف عبد الغفور اللي خلاني الحقيقه اركز معاه جدا وهو بيتكلم. طبعا اولا انا بشكر كل العاملين اللي اشتغلوا معايا في الفيلم، بدءا من كاتب السيناريو استاذ سمير عمران، ومدير التصوير الاستاذ مجدي الباشا، والمونتير محمد سيد. اولا اللي احنا شفناه ده حوالي ربع الفيلم، الفيلم مدته نص ساعه، فاحنا قدامنا مشوار طويل. الفيلم انا واخد وعد من استاذ عمرو عبدين مدير القناه انه يزال الفيلم كاملا، لان انا يهمني ان الناس تشوف الفيلم قبل ما يهمني انها تتفرج عليا وانا بتكلم، ده مبدئيا يعني. ثانيا اختيارنا للاستاذ اشرف عبد الغفور ده كان اقتراح من الاستاذ احمد صقر، احنا كنا بنتمنى مدام صفاء
حجازي هي اللي تعلق على الفيلم، لكن لظروفها وانشغالاتها اضطرينا نجيب الاستاذ اشرف طبعا، وده قامه كبيره وصوته معبر جدا جدا على الفيلم. المراحل في الفيلم عديده، بنوثق بنصور هناك احداث القناه وحفر القناه، وبننتقل الى العمال وبنعيش مع العمال. يمكن اخر لحظات في الفيلم هي من اروع اللحظات الموجوده حقيقة. العامل المصري اللي بيحكي قصه حياته اتغرب بره مصر وسافر واتبهدل وجي في الاخر اشتغل في حفر قناه السويس، وبيبوس الارض وتراب الارض اللي هو ماشي عليها، وبيقول انا يعني اتمنى ان انا اعيش في هذه الارض واموت فيها وما اخرجش بره مصر لان انا مبسوط في هذه الارض. وغنى وقال اوبريت وقال موال. انا بحيي عم جمال العامل البسيط اللي في الفيلم، يمكن الناس لسه لما تشوف الفيلم كاملا. بحيي عبد الله السائق اللي خدنا ولففنا القناه كلها وخلانا نصور من عربيته دون ان ياخذ اجر. دخلنا يعني كلهم بحب شديد جدا تعاونوا معانا واحنا بنصور الفيلم. انا بتمنى ان احنا طبعا نكمل بقيه الفيلم، ان ده جزء صغير جدا من الفيلم. انا لما قصدت اعرض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قصدت نقط معينه وكلمات محدده هو قالها، هي نتاجها النهارده هنشوفه ان شاء الله. والوعد اللي هو مرور سنه على حفر ال 35 كيلو وال 72 لغايه ما طوله هيعيش على مدار التاريخ هذا الحدث وهذا الحديث للسيد عبد الفتاح السيسي وتحمله المسؤوليه وتحمل الامانه لرجال القوات المسلحه. خليني اروح بسرعه للمخرج الرائع الاستاذ سامي زغلول وميت فل. وميت فل احنا قلنا عليه اسم مصري خالص، ولكن خليني صميم بالظبط. خليني اسال على الحرفيه في الفيلم الوثائقي، وحضرتك نقلت الصوره ببساطه جدا للمشاهد او للمتلقي، قد تكون بسيطه في عرضها ولكن هي اكيد صعبه في صناعتها. هو في اللحظات اللي احنا اشتغلنا فيها في الفيلم المصريين كلهم كان في شحنه جميله عندهم، فانا حبيت اكد انا والاستاذ عاطف البكري الشحنه العقليه والقلبيه اللي هي موجوده من خلال الحوار البسيط اللي ما بين الاب وابنه، عشان المتلقي ياخد المعلومه ببساطه وتركز في دماغه. حدوته حدوته والجيل الصغير كمان هيتاثر فيها وتفضل ذاكره في دماغه هي. وبنقله من خلال الاب مراحل القناه بصوره بسيطه وجميله وموسيقيه، لان انا في جزء موسيقي سمسميه. كمان اظهرنا الحياه الاجتماعيه في مدن القناه، الناس بتشتغل طول النهار شغالين، وبالليل بيعيشوا حياتهم، بيروحوا القهوه وبياخدوا الولد الصغير وبيقعدوا وبيسمعوا السمسميه والاغاني الوطنيه الجميله اللي بتعيشهم في حاله. مش هيبقى اليوم كله شغل شغل وبالليل شغل، لا، برضو الناس عايشه حياتها البسيطه الجميله مستمتعين، بالنهار بيشتغل وبالليل بيستمتع. لا، واهالي مدن القناه يا استاذ سامي ليهم طباع فعلا يعني جميله، تحس ان هم مقبلين على الحياه. فلما تنقل ده ان الصبح بيعملوا وبيكتهدوا وبيكدوا وتيجي ببساطه جدا، ودي الحقيقه، انك تنزل معاهم بقى لغايه بالليل، ازاي نسيوا بقى تعبهم وازاي اتنقلوا لمرحله ثانيه، بيغنوا وبينبسطوا عشان اليوم الجديد اللي جاي يقدر يدي فيه. وبرضه بنوصل المعلومه اللي قلناها عن الحدث العظيم اللي هو حصل طب في خلال السنه دي، بنوصلها بقى من خلال الجمل اللي بتتقال ما بين الحوار الدرامي زائد المعلومه بين الاب الحوار ده بيوصلني للمعلومه التاريخيه بقى اللي هي الهدف من الفيلم الوثائقي، عشان الشحنه العقليه بقى تاخد الموضوع صح وبترتيب زمني صح. الاستاذ عاطف البكري تعب فيه وارخه كويس جدا من خلال كتب كتيرة قعد فيها، والمجمل النهائي بقى اللي احنا عايزين نوصله الحالة الجميلة اللي الشعب عايشها سواء كبير او سواء صغير. شوف، هو الذكاء، انا مش عايز ابان بجاملكم، ولكن الذكاء، انت قلت انا خدتها خطوة خطوة، هي حدوتة على كذا مرحلة، ولكن في النهاية وصلتني لايه؟ للهدف من الفيلم. بالظبط. كنت بكلم حضرتك اثناء عرض الفيلم، فيلم ميت فل، وايضا اثناء عرض فيلم الاستاذ اشرف تحت الشمس، عن نقل التاريخ الإنساني في الأفلام الوثائقية. وأنا أعلم إن الموضوع مش سهل، ولكن عشان أنقل تاريخ بيمس البشرية، مش بس عن حفر قناة السويس، ولكن أنت بتتكلم في تاريخ إنساني، هي مسؤولية. تمام. بنقلها إزاي في الفيلم الوثائقي؟
يعني انا حتى وانا بسال السؤال حاسس بهم كده، تحس ان في مسؤوليه. احنا الحمد لله الى حد ما في الفيلم بتاعنا قدرنا بجانب التوثيق حفر القناه الجديده والمشروع العظيم ده، قدرنا برضو ننقل جزء بسيط من الحياه الاجتماعيه اللي بيعيشها سواء مدن اهل المدن القناه او الناس اللي شغالين في المشروع. نقلنا برضو جزء بسيط ازاي بيقضوا وقتهم بعد العمل، احنا لسه قايلين الكلام ده دلوقتي بعد ما بيخلصوا شغلهم، بحيث بيديهم طاقه ان هم ينزلوا تاني يوم او الايام اللي جايه يقدر يجتهد ويدي كل اللي عنده في المشروع يعني. طيب يعني خليني اسال الاستاذ اشرف عن رؤيتك لدور القوات المسلحة العظيمة الحقيقة وتلحم الشعب. يعني انت بتتكلم بتقول قامت القوات المسلحة بعمل كذا وكذا وكذا، ولكن لما تتكلم على 41 ألف عامل بيعملوا وتتكلم مع الناس، تبص لأي واحد بيقول لك انا ما رجعتش بلدي بقالي 9 شهور، ما شفتش اولادي بقالي 7 شهور، الناس بتتكلم واحنا بنسمعها ونكون موجودين معاهم، احساسك؟ بدءا القوات المسلحة قيادة منظمة وعظيمة قادرة على قيادة شعب طبعا، وقادرة على قيادة مجموعة شركات بشكل منظم، بحيث أن كل شركة لها دور في الحفر ده. محتاج حزم ومحتاج قيادة حازمة ومحتاج توقيتات سليمة ومحتاج حاجات كتير جدا. يعني أنا شايف أنه لولا وجود القوات المسلحة ما كناش قدرنا، ومع هيئة قناة السويس ما كناش قدرنا نخلص في ظرف السنه اللي طلب منهم ان هم يخلصوها في ظرف سنه، وهم كانوا عاملين دراسات انها تخلص في اكتر من 3 سنين. فاعتقد ان ده انجاز عظيم جدا. انا مبدئيا يعني عايز اشكر القائمين على قطاع الانتاج وخاصه مدام سناء الشيخ، دي كانت متحمسه جدا جدا واحنا بنقدم افكارنا للفيلمين، وقفت معانا وكانت دايما يعني بتساند كل مجهود بنعمله، وانا بشكرها جدا جدا على موقفها اثناء تصوير الفيلم واثناء عملنا للفيلم. الاحساس بالمسؤوليه بالظبط، احساس بالمسؤوليه ان احنا اذا عمل عظيم فلازم يبقى في قياده بتقودك وقياده بتوجهك وبتقول لك هنعمل كذا وبتقف معاك وانت بتطرح افكارك لغايه ما توصل للعمل للنور بالزبط. واتمنى انه يعجب المشاهدين يا رب. استاذ سامي، بالتاكيد لما بتصوروا الافلام دي بتقابلوا صعوبه جامده جدا، صعوبه في اماكن التصوير، صعوبه في الرجوع لبعض المراجع، صعوبه في الرجوع للمؤلف مره اخرى، صعوبه مع الناس نفسها، ولكن بمنتهى الامانه الصعوبات اللي واجهتها ايه في فيلم 100 فل؟ الحمد لله انا مش عايز اشكر في نفسي، احنا بنقدر لو في اي حدث او في حاجه معينه بتحصل بنقدر نتلاشاها، او بحب الناس اللي موجوده والكاست اللي موجود، لان الحمد لله الواحد الكاست اللي بيختاره الناس بتحب شغلها جدا، ناس مخلصه لشغلها، وده من خلال اعمال كتير عملوها يعني. فالواحد بيبقى معاه كاسته اللي هو يلا نشتغل، بنشتغل 10 ساعات 12 ساعه 14 ساعه مش مشكله، ناس بمنتهى الحب بتدي وبتذلل اي عقبه موجود. فالحمد لله العقبات زللنا وما فيش عقبات الحمد لله، والدنيا كانت جميلة يا رب، ودايما جميلة لله. ودايما الأمانة في نقل الحدث من خلال أفلامكم الرائعة الوثائقية واللي هتعرض معانا على مدار اليوم من خلال قناة ناين لايف. بشكركم شكرا جزيلا، المخرج الرائع أستاذ أشرف موسى وفيلم تحت الشمس، والمخرج الرائع أيضا الأستاذ سامي زغلول وفيلم 100 فل اللي نتابعهم إن شاء الله من خلال قناتنا الرائعة قناة ناين لايف. كل الشكر لحضراتكم، مبروك وتحيا مصر. تحيا مصر. مشاهدينا بالتأكيد عايشين معاكم وننضم إلى تغطية إخبارية أكثر من رائعة لاحتفالات افتتاح قناة السويس واللي هتتم بعد لحظات قليلة إن شاء الله، وبالتأكيد بفكركم من خلال قناة ناين لايف قناتنا المميزة بنكمل معاكم تغطيتنا المسائية في 10 مساء من خلال برنامجنا برنامج صفحة جديدة وتواصل لاحتفالات المصريين بافتتاح قناة السويس الجديدة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، كل التحية وفرحة للشعب المصري بهذا الحدث الرائع. شكرا ليكم، بنقول لكم تحياتي وتحيات فريق العمل بالكامل، شكرا مرة تانية وتحيا مصر، وكل التحية لكل من عمل في قناة السويس من أصغر عامل إلى أكبر مسؤول. أشوفكم دايما على خير، مبروك.